يوسف انت سحار ومشعوذ، واش هاد الشيء اللي تدير يوسف واش مذكور في القران؟ راه مذكور في القران. يوسف انت سحار ومشعوذ. انا ما سحار ما مشعوذ، انا غير مدي التهمه ديال السحر. انا يوسف المهم عايش، انا غير كنعاون الناس وكنعاون الناس في سبيل الله. واش هاد الشيء اللي تدير يوسف واش مذكور في القران؟ راه مذكور في القران. السحر راه كاين ماشي ما كاينش ياه. السحر راه كاين. دابا انت تتكون في سيدي علي، تتكون في شي بلايص تنشوفك تدير بعض الطقوس. واش هاد الطقوس كيفاش هاد الطقوس تبقى دير في سيدي علي تبقى تباع؟ وانا هاد الشيء كتسمى عاده من العام للعام. ولكن تنعرفوا حنا بلا سيدي علي تيكونوا فيه يعني بعض المثليين بزاف تما. وانا شت عييت ما شتش هاد العام بالمثليين، بزاف المثليين هاد العام اللي تقاموا اللي تلاحوا لسيدي علي. المثليين بزاف هاد العام. ياك. وشنو السبب اللي تيخليهم يجوا لسيدي علي؟ الشعوذه وهاد الناس هاد المثليين، كل واحد باغي يدير الميده ديالو، وكل واحد وباغي يخدم وباقي عاد دراري صغار. انا بعدا كيبقاو فيا انا هاد الحال هذا انا ما كرهتش نحطو. ياك. وهاد الدون هذا شنو تيدير حداك هنا؟ هاد الدون كنصاوبوه الناس ديال التباطيل، كنديروا الناس للتباطيل. الدون مذكور في القران؟ والدول ما مذكورش في القران، ولكن هو ديال التباطيل وصافي كنديرو. والكارطه؟ الكارطه غير حساب كارطه. والشمع؟ الشمع حتى هو مزيان المحبه. شي كلمه للناس اللي تيشوفوك خوتي وحبابي الناس داخل الوطن. انا مو مشعوذ ما حتى شي حاجه. يوسف ود المي معيشه راه معروف داخل الوطن وخارج الوطن، ولا بقى العمر طويل، بقى نطلق في اللايف في اللايف في اللايف في ضد العديان.